إذا كنتم على وشك أن تصبحوا آباء قريباً فمن المحتمل أنكم سمعتم عن الحفاظ على الخلايا الجذعية. الجيل الجديد من الآباء والأمهات متفتحون على الطرق العلمية الجديدة لحماية صحة أطفالهم في المستقبل. بالنسبة للجيل الجديد، حفظ الخلايا الجذعية هو استثمار من أجل المستقبل المولود. حفظ الخلايا الجذعية من دم الحبل السري وأنسجة الحبل والمشيمة هو حفاظ على ثروة علاجية محتملة لكل أفراد العائلة في المستقبل. يحتوي دم الحبل السري على تركيز عال من خلايا الدم الجذعية التي تأتي أهميتها على في قدرتها على تكوين أي نوع من أنواع الخلايا المتخصصة. ومثال على ذلك خلايا العضلات والكبد والخلايا العصبية والجلدية، لذلك يمكن استخدامها في العلاج من أمراض خطيرة. ولكن لا يمكن الحصول على هذه الخلايا إلا عند الولادة، لذا فهي تعتبر فرصة نادرة.